بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. نتابع دراستنا في الاصحاح الخامس. في الاصحاح الخامس شفنا ان العروس كانت دعت العريس يدخل الى جنتها، والعريس جه ودعا اصدقائه عشان يدخلوا جنتها، فبدل ما تستقبل العريس قالت له انا نائمه وقلبي مستيقظ. وقلنا ده مثل للإنسان اللي في قلبه بيحب ربنا بس ما بيعملش حاجة. يعني أنا نايم، روحيا نايم، صلواتي نعسانة، قرايتي في الإنجيل سرحانة، باجي الكنيسة مش عشان المسيح، بعمل مليون حاجة، قلبي مستيقظ في حب ربنا، ولكن زي ما بولس بيقول كده أن أفعل الحسنة أجد الشر أمامي. ليه؟ عدو الخير بيحاربني، يحاربني بذاتي، يحاربني بالكسل، يحاربني بالرتابة، مليون طريقة وطريقة يخلي الواحد نايم. فالحبيب اللي وقف دوت علشان انها تستجيب ليه اتبلت قصصه من ندى الليل، وبعد ما وقف فترة اللي حصل ان هو تحول وعبر. بس قبل ما يتحول ويعبر عمل حاجة مهمة جداً، حط ايده بجراح الصليب من القوة اللي موجودة في الباب. يعني فكرها هو عمل لها عارفين الواحد بينسى. يعني لما كل الحياة تبقى ماشية كويسة كده خلاص كل الناس كده، لكن لما يحصل كده هزة في حياة الانسان يفتكر ربنا عمل معاه طبعا أنا بتكلمش على ربنا جاب له وظيفة، ولا ربنا نجح له العيال، ولا جوز له العيال. أنا بتكلم على ربنا فداني، فتح لي باب الفردوس بعد ما كان محكوم عليا بالموت، وراها وراها أثار المزامير. فتقول تحرك قلبي، تحرك قلبي. احنا قلنا أنا بفكركم بس زي ما التلاميذ كده اتكلموا، فاللي سمعوهم قالوا عليهم الكتاب في أعمال الرسل، قال نخسوا في قلوبهم. يعني انت ممكن مثلا تيجي تصلي القداس كده وبعدين تحس كده ان قلبك اتحرك بعد ما كان دماغك في مليون حاجة وبتفكر حبونا هيخلص امتى وهتعمل بعد القداس وهتكلم مين وعايز تشوف مين فوق بوخ فوق على السطح وتكلم معاه في ومليون حاجة وحاجة ملهاش علاقة بالعلاقة مع ربنا. تلاقي نفسك كده يفيل تاتشت، يفيل ربنا كده لمس قلبك، فقلبها اتحرك. بس قلبها اتحرك متأخر، ودخلت في حاجة اسمها التخلي، انها فتحت الباب. الاول كانت بتدي له اعذار وهي زي اللي كلنا بنديها، غسلت رجلي، قلعت ثيابي، كل القصص اللي احنا بنحكيها دي، فلان مزعلني، فلان مش مريحني، فلانة بتاخد مش عارف علان بيعمل كل دي اسباب تلاكيك كده. ربنا هيقول لك كلمة واحدة بس، انت بلا عذر أيها أيها الإنسان. فدخلت في التخلي ده لأن ربنا أوقات بيسمح بيه أولا لعشان يحرك قلوبنا، عشان الواحد يفوق فيحس أن ربنا بعد عنه، ودي أكتر حاجة تتعب الإنسان، أو علشان أنه هو يحسسها بقيمة الخلاص بعد ما ورى لها أثر المسامير، أو علشان أنه هو يعلمها أنها ما تبقاش نايمة، يبقى هي مش هي صاحيه وقلبها صاحي، مش يعني واحد زي واحد نايم على السرير في الاي سي يو قلبه بيدق شغال على المونيتورز بس هو فلات. فلما خرجت ما لقيتوش، فقابلها مين؟ الحرس الطائف، فعملوا ضربوها. اللي هي الانسان لما الشيطان يحس ان ربنا بعد عنه يقول له بس انت انا هستلمك بقى، انا هستلمك. بعد ما تكون زعلان من واحد لنفسك بتتخانق معاه، وانت بتتخانق بتعمل بتغلط. فقعدت بقى قالت ضربوني وجرحوني ورفع ازاري. وهنا بنقول ان هم مين دول؟ هم اي حد بيعمل لحساب ربنا حتى لو هو تبع الشيطان. يعني في قصة ايوب بنلاحظ ان الشيطان اللي كان بيشتكي عليه، بس ربنا حب يبين قيمة أيوب وقدرته وإيمانه وصبره، فسمح للشيطان إن هو يجربه. أهو ده وقت بالظبط أيوب ده عامل زي جرحني الحرس الطائف. والحرس الطائف ده ممكن يكون خدام، ممكن يكون ناس بتوع ربنا، بس
انت ممكن تبقى في مشكلة بينك وبينهم وتلاقي نفسك انت في حالة ألم وتعب وإيه وجرحوني وهكذا. فقالت الكلمة الجميلة اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت بأني مريضة إيه حبا، إني مريضة إيه حبا. ابتدت تنسى جراحها وتنسى اللي عملوه فيها الحرس الطائف، وابتدت تقول على مرض جميل اسمه مرض الإيه الحب. عارفين مرض الحب؟ حد جربه قبل كده؟ عارفين يعني ايه مرض الحب كده؟ تلاقي الواحد مش هنا كده، فلما تلاقي الواحد مش هنا تقول له يا فلان انت بتحب ولا ايه؟ تسأله كده انت بتحب ولا ايه؟ تلاقيه ايه في ايه؟ في دنيا تانية. ودي اللي هي في حياة الروحية في الصلاة اللي بيسموها الدهش، ان الواحد يقف يتأمل في كلام ربنا فيحس انه مجذوب، مجذوب مش مجذوب، مش مجذوب عقليا، مجذوب للسماء، واخدين بالكو؟ فده مرض جميل، دليل على الصحة الروحية، دليل على الصحة الايه الروحية. يعني الانسان اللي بيحب بيعمل اي حاجة من اجل الحبيب بتاعه، لدرجة ان الناس بيستعمل التعبير اللي هم واخدينه من المسيح، المسيح لما احبنا يعمل ايه؟ مات عنا. فلما يجي واحد يقول لواحدة بحبك يقول لها ايه؟ انا بموت فيك، يقول لها انا بموت فيك. طبعا اول ما تقول له طب المصاريف كترت، يفتكر بقى يقلب عليها، يبقى ما بيموتش فيها ولا حاجة، ده مش مستعد حتى يصرف. عشان كده افكركم برضو بأيوب لما قال لهم اما هو كلام، اما هو كلام، الكلام سهل ورخيص صح. فهنا بيقولوا الاباء قول لطيف، ان نكون مرضى بحب المسيح افضل من ان نكون اصحاء في محبة العالم. ان نكون مرضى في حب المسيح افضل من ان نكون اصحاء في محبة العالم. اديكوا يعني بعض امثلة خفيفة كده بس اشرح لكم الحتة دي، يعني ايه واحد مريض حب في ربنا. واحد زي بطرس لما الجارية قالت له انت منهم، انكر وسب ولعن. ده كان مريض؟ كانش مريض، ده كان ماشي بصحة العالم، خايف هيقولوا ده منهم ممكن ياخدوه يموتوه. طب لما الروح القدس حل عليه والمسيح قبل كده ظهر له على البحيرة وقال له ارعى غنمي 3 مرات وارعى خرافي، وجم بعد كده مسكوه هو بطرس لما هو ويوحنا لما شافوا المقعد بتاع باب الجميل وضربوهم، يقولوا ايه؟ خرجوا فرحين لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه. طب ده مش مرض؟ ده مش مرض، ده واحد الضرب، الشهداء دول مرضى بالحب الالهي. ليه؟ لان مفيش اغلى عند اي انسان من ايه؟ من حياته. يعني الحياة عند اي حد دي اخر حاجة انت مستعد ايه تديها. طب تديها امتى؟ لما تحس ان انت ايه مريض ايه حبا، مريض حبا. بمعنى بقى كتابي بسيط، المسيح هو علمنا دي لانه محبته في بني ادم، فحمل الصليب من اجلنا وقال من اراد ان يكون لي تلميذا يحمل صليبه ايه ويتبعني. يبقى الانسان اللي بيحب ربنا ومريض بحب ربنا هيحمل صليب المسيح ايه فرحا فرحا. هو ده لما بتقول لهم احلفكن يا بنات اورشليم ان وجدت حبيبي، ان وجدتن حبيبي ان تخبرنه بان مريضه ايه حبا. لو احنا بنفكر بفكر العالم، لو هي بتقول لهم تقول لهم قولوا له خبط عليا وانا قمت له وبعدين جم الحرس الطائف ضربوني، هي ما فكرتش في ايه في المها، هي فكرت في ايه في حبيبها. والكلام اللي جاي بعد كده يشرح لكم يعني ايه حبيبها وازاي انها بتحبه. طيب الاصدقاء شايفين هذه النفس اللي بتدور على حبيبها، فبيقولوا لها ايه؟ ما حبيبك من حبيب ايتها الجميلة بين النساء. يعني انت واحدة حلوة، اي حد يتمناكي، الشياطين تتمناكي ايتها النفس. ليه بتدوري مين حبيبك ده؟ يعني يطلع ايه حبيبك اللي انت ايه بتدوري عليه؟
واحد سأل سؤال مهم قوي، بيقول إن النفس جميلة ولا ينقصها شيء إلا مسيحها عشان يبقى لها قيمة. فهي لما عرفت سر خلاصها وبقت مريضة حبا بتدور على هذا الحبيب، لكن هما بيقولوا لها ما حبيبك من حبيب. أنا أسألك سؤال، حبيبك يساوي كام قدامك؟ يعني يهوذا الإسخريوطي كان المسيح بالنسبة له يساوي إيه؟ 30 من الفضة. 30 من الفضة. في واحد بينكر الإيمان من أجل وظيفة، من أجل جوازة، يحصل من أجل منفعة. من في واحد بينكر الإيمان مش لازم يعني بمفاهيم بتاعة الميدل إيست، لكن هنا إن هو مثلا عايز يعيش غلط، عايز يعيش في حياة معينة مش فارقة معاه، هو عارف لو عاش مع واحدة من غير جواز مثلا مش هيجي الكنيسة ويتناول، فمش فارقة معاه ما يجيش الكنيسة. يبقى باع المسيح بإيه؟ بواحدة. باع المسيح بواحدة. وفي واحد يروح يشتغل في مكان ويقول له اعمل وسوي وخم الزبون واعمل وبتاع، يبيع المسيح ما عندوش مشكلة. فهنا هم بيقولوا لها ما حبيبك من حبيب. أنا بوجه لكم انتوا السؤال ده وبقول لكم ما حبيبك من حبيب، حبيبك يساوي إيه؟ لما نكمل بعد كده من آية 10 وتشوفوا الحبيب ده بالنسبة للعروس إيه، هتبهتوا حتى يعني مش هتصدقوا نفسكم إزاي الحبيب ده فعلا القلب المستيقظ ده كان قلب مشغول جدا. فبنات أورشليم بيقول لها أنت مش ناقصك حاجة، ليه بتنشغلي بهذا الإيه؟ الحبيب. فهي هتبتدي ترد لهم بقية الإصحاح تقول لهم حبيبي أبيض وإيه وأحمر. قبل ما ابتدي هنا في إصحاح 4 العريس قال 7 صفات حلوة عن العروس، برجعوا دوروا عليهم. في هنا هيقول 10، هي هتقول 10 صفات عن الإيه؟ عن العريس. هل أنا ليا هذه الدراية بربنا والمعرفة بربنا؟ أقدر لو عرفت كده أقول أمسكته ولم إيه أرخيه. فهي النهاردة بتجاوب لكل إنسان لم يتعرف على المسيح بعد، إنها بتقول له من هو إيه حبيبها. ما ترددتش وادت فرصة لكل إن هو يتأمل فيها، وبترد أو بتكمل الآية اللي قالها معلمنا بطرس الرسول، كونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي إيه فيكم. أنت ليه صايم 55 يوم؟ أنت ليه بتروح تصلي 3 ساعات؟ وفي حد بيصلي قداس 3 ساعات دلوقتي؟ حد يعمل كده؟ أنت ليه بتعمل كده؟ أنت ليه لما تسرق تروح تعترف ولما تكذب تروح تعترف؟ في حد بيعمل كده دلوقتي في العالم؟ آه، لأن أنا عندي حبيب وأنا مريض حبا بهذا الإيه؟ بهذا الحبيب. أول حاجة هي بتقولها لهم فيها إن هو حبيبي أبيض وأحمر. أبيض وأحمر دي بعين رؤوية تتكلم عن يسوع المصلوب. أبيض وإيه وأحمر. المسيح على الصليب هو بلا خطية صح؟ وسفك دمه بلا خطية يعني طاهر، والبيض علامة الإيه؟ الطهارة والنقاوة والإيه؟ والقدسية. وده رمز الإيه؟ للمسيح. أكتر مثل ظهر فيه هذا البياض كان في التجلي، حتى بطرس اللي معرفش يشرح الموضوع بيقول ان صيار ان يعني في القصه دي حتى في انجيل مرقس ومتى بيقول ان تغيرت هيئته وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار يعني واحد يبيض على الارض ان يبيض مثل ذلك. فهذا البياض هي صفه من صفات ايه؟ العريس، صفه من صفات ربنا، النقاوة والطهارة وهذا القلب هذا الايه هذه القداسة. ابيض كمان لانه هو النور الحقيقي، والنور دايما بيبقى ايه فعشان كده هو قال نور العالم، وقال في يوحنا ان جلست في الظلمة ان جلست في الظلمة فالرب ايه نور لي. ويوحنا قال لنا عنه أنه هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى إيه العالم.
علشان كده احنا لما بنعكس علينا نور المسيح احنا بنتمتع بهذا البياض، فبترمز لطبيعة الله ان هو نور، وبترمز الى الملائكة والسمائيين. دانيال النبي في دانيال 7 يقول في احدى رؤى: جلس القديم الايام، لباسه ابيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه كلهيب نار. يبقى هنا بيتكلم عليك ابيض وبيتكلم عليك احمر. ونفس الشيء ده شافه يوحنا الحبيب في الرؤيا لما بيقول: واما رأسه وشعره فابيضان كالصوف النقي كالثلج. يبقى ابي حبيبي ابيض واحمر في التجلي وفي الصليب وفي سفر الرؤيا. طب الملائكة لونهم بيض، مش كده؟ طب احنا لما بنيجي نخدم في الكنيسة ينفع نخدم كده مدني كده وبقميص وبنطلون ولا بجلابية سودة؟ لازم نلبس ابيض، كأن الكنيسة بتقول لك لقد صرت ابيض، يعني لازم تتمتع ببر وطهارة وقداسة وتبقى زي الملاك. في سفر الرؤيا يشوف المنظر ده ويقول آية جميلة جدا، يقول: المتسربلون بثياب بيض الذين أتوا من الضيقة العظيمة. ونفس الكلام يقوله على 24 بالسيس. نفس هذا البياض اللي هي شافت فيه حبيبها، الله يرى فيه كل نفس تائبة. فاكرين موسى الأسود قعد يعترف وأبوه يشوف الملاك بيمسح وقال له في الآخر: قد صرت أبيض كلك يا موسى. طبعا حتى موسى لما ترسم كاهن فبيقولوا له: لقد صرت أبيض كلك يا موسى. قال لهم: أرجو أن أكون من الداخل أبيض، يعني مش مهم بس من بره، بره بيعبر عن عن اللي جوه. بس أحيانا بقى الشيء اللي نحذر منه إن أحيانا في بياض ولكن يحمل داخله سواد، وده اللي كان موسى بيحذر منه. عشان كده السيد المسيح في انجيل الويلات قال لهم: تشبهون قبورا مبيضه تبدو من خارجها جميله ومن جواها عظام نتنه. وحتى رئيس الكهنه لما حكم على بولس او ادام بولس بدون محاكمه في اعمال 23 قال له: سيضربك الله ايها الحائط المبيض. دي معناها ان في ناس ليهم صوره التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. هو احنا في كده فئه بنسميها تشيرش جوورز. يعني ايه تشيرش جوورز؟ الناس اللي في مصر بيسموهم اللي مدوبين الكنب، اللي هو على طول في الكنيسه ويطلعوا يتخانقوا ويطلعوا يسرقوا بعض ويطلعوا يتكلموا على بعض ويطلعوا يعملوا حاجات لا طليق، لا طليق يبقى لهم صوره التقوى. طبعا ربنا لا يخدع بهذا، لان ربنا فاحص القلوب والكلى. علشان كده ربنا بيقول لك: خلي بالك، يا ريت تكون ابيض من بره وابيض من من جوه. بس هذا الحبيب ابيض احمر. احمر لان الهنا نار اكله، واحمر لان الروح القدس حل في شكل ألسنة نار على التلاميذ. والسيد المسيح ابيض في ودعته واحمر في حزمه. يعني احيانا احنا بنبقى لون واحد، يعني تلاقي واحد طيب تلاقيه طيب على طول، واوقات واحد حازم بيبقى عامل زي القطر اللي من غير فرامل دايس على طول. لكن المسيح ابيض كقدوس المولود من العذراء، وهو احمر لانه الحمل المذبوح عن خلاص العالم، زي ما قال عنه يوحنا: هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيه العالم. واشعياء شافه وقال عنه انه داس المعثره وحده. المعثره بيبقى فيها العنب الاحمر ويدوسوا فيها، فلما يدوسوا فيها يبقى كلهم هيبقى لونهم احمر. علشان كده السيد المسيح بيجمع هذه الوداعة الجميلة وهذا الحزم. حتى بيلاطس لما كان بيحاكمه
يقول ما كان أحد يستطيع أن ينظر طويلا إلى عينيه من عمق إيه؟ هبته ومن إيه؟ قوته. دي صفات لا تتناقض ولكنها إيه؟ تتكامل، يمتزج فيها اللون الأبيض مع اللون الإيه؟ الأحمر. ففي سفر النشيد تقول له حبك أطيب من الإيه؟ من الخمر، وفي نفس الوقت حبيب وإيه؟ وحلو ليها. الجاذبية الإلهية وعطف وتأديب، زي ما السيد المسيح وبخ بطرس على إنكاره وبعدين قال له إيه؟ أتحبني 3 مرات وإرعى إيه؟ غنمي. السيد المسيح أبيض على الصليب في قداسته لأنه لا يستحق الموت وأنه بلا خطية، ولكن أحمر في دمه المهراق على إيه؟ على الصليب. والصورة دي بتتكرر في اتكررت في العهد القديم في الخيمة، وبتتكرر معنا دلوقتي في الكنيسة في المعمودية. نبتدي بالسهلة في المعمودية. الطفل لما بيتعمد بنلبسه ثياب إيه؟ بيض. ليه؟ لأنه بقى ابن للسماء، ابن للمسيح، صح؟ ونيجي فوق الثياب البيض دي ونعمل إيه؟ نحط له شريطة حمراء. الله! ليه؟ لأن هذه النقاوة هو نالها بدم الإيه؟ المسيح. فإحنا بنقول له يلا جدعا بقى، وخليك مريض حبا، واحمل الإيه؟ الصليب مع المسيح. تلاقوا أن الطفل اللي خارج من المعمودية أبيض وإيه؟ وأحمر. طب لو أنا بصيت على العهد القديم ألاقي إيه في العهد القديم؟ ألاقي أن الخيمة جميلة جدا، بس يجيبوا الدم الذبائح ويرشوه يبقى أبيض وإيه؟ وأحمر. ليه؟ لأن فيه تجديد بالميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، وفيه دم المسيح اللي بيغفر الإيه؟ الخطايا. وكل إنسان يرش المسيح بالذوفة، الذوفة ده نبات عشبي كده يحطوا كانوا في الدم ويرشوا بيه، يصير أبيض وإيه؟ وإيه؟ وأحمر. وفيه في المزمور، في المزمور 51 أما بيتكلم على التوبة، وفي سفر الرؤية يقول آية عجيبة جدا في رؤية 7، يقول بيضوا ثيابهم فين؟ طب بالعقل كده لما أنا أجيب ثياب أحطها في الدم تطلع بيضة؟ ها؟ لكن البياض ده جاي منين؟ ده عمل التطهير، ده عمل الدم. الدم المسيح مش بيبقعنا، دم المسيح بيطهرنا، علشان كده احنا بنتحول من انسان مائت لانسان له حياة ايه؟ ابدية. كل واحد فينا ابيض في المعمودية بواسطة الايه؟ الدم الايه؟ الاحمر. وده اللي قاله معلمنا يوحنا في رسالته الاولى، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فلما نتغسل في المعمودية بدم المسيح نصير كلنا ايه؟ بيض، ولكن حاملين هذا الايه؟ اللون الاحمر. احيانا اللون الاحمر في العهد القديم كان يرمز للخطية، يعني في اشعياء 1 مثلا يقول لهم ان كانت خطاياكم كالقرمز وده احمر تبيض ايه؟ كالثلج، وكانت حمراء كالدودي تصير ايه؟ كالصوف. معنى كده ان انا الدم ده ممكن يبقى رمز للمسيح، والدم ده ممكن يبقى ممكن يرمز الى حياتي البعيدة عن ربنا، فانا ما علي دمي، فالدم ده بيتطهر في المعمودية. حتى عيسو دوت، عيسو اساسا خرج من بطن امه لونه ايه؟ احمر، عشان كده ونسله سموهم الادوميين، يعني الايه؟ الحمر. وده اللي عمله المسيح، انه لما جيت حاكم القلب سور ده ان ايه؟ قرمزيا، يبقى لبس هذا الرداء اللي متلطخ بدمنا احنا علشان يفدينا ويطهرنا ويلبسنا ثياب بيض من ايه؟ من دمه هو. بيقول لها حبيبي، بتقول حبيبي ابيض وايه؟ واحمر. فانت لازم تتمتع بدول، بر وطهارة وقداسة، وفي نفس الوقت تكون ايه؟ حامل صليبك وفرحان بعمل المسيح اللي ايه؟ اللي بيعمل فيك. تقول عليه معلم بين ربوة. الربوة كم ألف؟
100,000 تخيلوا لو واحد، يعني لما نيجي نبالغ او نقول لك انا هطلعك من 100 واحد، لا دي عرفان في وسط كام؟ 100,000. وده معناها ان هو ايه؟ ظاهر امامها قائم كراية عالية. وده بيدينا حاجة جميلة جدا، ان انا يبقى عندي وضوح رؤية معلم بين رب. ودي بتفكرني لما جات الحياة ابتدوا يلدعوا شعب اسرائيل في البرية، فربنا قال لموسى يعمل ايه؟ يرفع حية نحاسية تقع فوق، والناس اللي يبصلها لو لدغته الحية طب ايه بقى العالم اللي بين ربوة ده؟ هو ايه؟ الصليب. هو الصليب. لما ننظر الى صليب المسيح، عشان كده في ناس كتير تخلي الصليب دايما قدامها، لما ننظر لصليب المسيح يبقى احنا عندنا وضوح رؤية، ما نتهش في 100,000 شهوة وخدعة اللي موجودين في العالم دوت. وسيد المسيح قال لهم حينما ارتفع اجذب الي الجميع. ويرتفع هنا يبقى بيرتفع فين؟ بيرتفع على الصليب. بعد ما قالت الجملة الاولانية دي، آية 10 دي كده تتالى على بعض كده، هتبتدي توصف حبيبها حتة حتة من راسه لغاية رجليه. فبتقول ايه؟ رأسه ذهب إبريز. ذهب إبريز يعني خالص، يعني 24 قرات، يعني 99.99%، ويمكن إبريز أكتر من كده كمان، معرفش، مفيش ذهب 100%، بس يعني ده إبريز ده حاجة يعني نوع من الذهب مستواه عالي قوي. فبتقول رأسه ذهب. الذهب بيشير للسماء، والذهب الإبريز بيشير إلى اللاهوت. فهي بتوصفه إنه هي بتتكلم بتفصيل، بتقول له إن ده اللي أقامه الآب رأس للكنيسة الذي منه كل الجسد بمفاصل وإيه وربط. فإذا كان هو الرأس كابن الله، الكنيسة هي إيه؟ جسده. وإحنا بندخل السماء لأن رأسنا هو المسيح، عشان كده رأسه إيه؟ ذهب إبريز. قصصه اللي هو الشعر مسترسلة حالكة كالغراب، يعني لونها ايه؟ اسود. الاباء يقولون القصص دي هي الكنيسة، هي الايه؟ الكنيسة، هي كل عضو ايه فينا. اول حاجة مدام قصصه دي، يبقى شعرة من رؤوسكم لا تسقط الا ايه؟ باذني. يعني ربنا ماسك كل واحد فينا كده في ايه؟ بيمينه. يبقى دي اول حاجة بما ان احنا ايه؟ قصصه. تاني حاجة ايه؟ سوداء. سوداء يعني ايه؟ لا نشيخ، يعني كلنا يجدد مثل النسر ايه؟ شبابك. يعني كل واحد فينا حاسس كده ان هو عضو حي في المسيح ويجدد شبابه. تعرفين الشيخوخة ليها زي العمر، ما في عمر جسدي وعمر نفسي وعمر روحي وكده، الشيخوخة نفس الكلام. يعني في حاجة اسمها شيخوخة مبكرة، يعني وفي واحد بتلاقي عنده مثلا 80 سنة 90 سنة ونشيط، ونشيط في روحياته، انا ما بتكلمش عن نشاط الاكتيفيتيز الايه العاديه. فهنا بما ان الجسد متحد بالراس، فده سر الحب اللي بيربط بيننا وبين الايه؟ المسيح. فالذهب الابريز بيشير الى لاهوت المسيح، والقصص بتشير الى ناسوته اللي احنا اعضاء ايه فيه. فإحنا جماعة المؤمنين لا يسقط أحد ولا يشيخ إيه أحد. وكل ما تطلع شعراية بيضة، هو ما بيصبغهاش، هو بيديها حياة إيه جديدة بعمل الروح الإيه القدس. فرأسه ذهب لأن هو ابن الله المتجسد. قصصه مسترسلة، يعني شعره ده طويل وممتد ومستقيم. وبعدين تيجي بقى ايه الحاجة تانية؟ عيناه. العينين بيقولوا بتتكلم ابلغ من الفم. العينان يتكلمان ابلغ من الفم. فبتقول عيناه كالايه؟ كالحمام. اللي ليكوا اللي فيكوا ليه في الحمام يعرف الحمام بيربوه بيعملوا غية، والغية دي تطير
وتلاقي الحمامة عندها قدرة إنها تعرف الإيه المكان بتاعها. يعني بيبقى في الحي مثلا كتير والكل بيلف في الهواء، لكن هم عندها إيه ثبات رؤية، عندها عارفة هي إيه رايحة فين. فأول حاجة قلناها إن عيناك الحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما، وقبيهما اللي هو الخرم ده. فهنا عايز يقول لنا إن العين اللي بتتكلم بوضوح دي بتكشف عن حب ربنا إيه لينا، لأن العينين بتكشف عن اللي في الداخل. في سفر الرؤيا يقول وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. وفي أخبار الأيام يقول لأن عيناي الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة إيه نحوه. لكن فرق فين؟ في رؤيا يقول عيناك لهيب نار، وهنا بيقول عيناك الحمام على مجاري الإيه المياه. عيناك الحمام يعني هي ترى حبه من خلال إيه عينيه، من خلال عينيه من غير ما يتكلم. وهو بيقول لها عيني عليكي من أول السنة الإيه لآخرها، أنا بإيه برعاكي. العينين اللي كالحمام دي برضو عينين بترفض الشر، فدي بتبقى فيها نوع من القضاء بعد إيه كده. لما تقول إن هما مغسولتان باللبن يعني مبيضتتين لما تغسل حاجة باللبن، لكن هنا عايزة تقول إنه ينظر إلينا بتحنن. اللبن ده بيدول مين؟ الأطفال. ففي فرق بين لما ربنا ينظر لك بحنية وبين إن ربنا ينظر لك بإيه؟ بإدانة. فهم يا شايفاه إن هو عيناه بسيطتان كالحمام ينظر إليها بحب، وإيه زي كده ما الراعي شال الخروف التعبان على منكبيه وقبله، ومرة تانية راح دور على اللي كان المفقود وساب 99. يعني هذا الراعي محب ويرعى شعبه بطهارة وبر. جلستان في وقبيهما يعني عينينه، عارفين لما أقولك أنا عناية مفنجلة يعني إيه مش مقفل جفونه كده أو يعني مقفولة، لا ده عينيه إيه مفتحة، عينيه جلستين كده واضحين. فهي عايزة تقول إن حبيبي الأحمر والأبيض ده هو الله المتجسد اللي أنا خدت بركته وبقيت جزء من الجسد وهو الكنيسة، هو عيني عليا. وزي ما قال ناقشتكم على إيه كفي يعاملني ببساطة الأطفال وإيه وعينه لا إيه تغيب عني. يبقى اتكلمت على لونه، اتكلمت على راسه، اتكلمت على عينيه، دلوقتي هتبتدي تتكلم على إيه مظهره منظره. تقول له إيه؟ خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين زكية. خداه كخميلة الطيب، الخميلة عبارة عن إيه؟ عارفين أنتوا اللي يعمل كده مجموعة شجر كده مع بعض كده تبقى شكلها جميل، تبقى بيسموها خميلة. أتلام يعني بوكيهات، يعني بوكيهات رياحين كده. الخدين هما المظهر بتاع الإنسان، يعني هما اللي بيبينوا إيه الإنسان. أنتوا عارفين لما يجوا يرسموا واحد ممكن يرسموه وشه مدور أو مربع، خدوده طالعة خدوده داخلة، يعني دي بتعمل نوع من زي الاي دي بتاعت الايه الواحد. فخداه هنا بتقول ان خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين زكية، هي ترى في طلعته البهاء على الرغم ما تعرض له من ايه من ألم. فأشعية يتنبأ عن المسيح ويقول بذلت ظهري للضاربين وخداي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والخزي. وده نفسه اللي احنا خدناه في القداس الغريغوري لما بنقول له ايه لم ترد وجهك عن خزي الايه البصاق. هذا الوجه اللي بسق عليه الأشرار بتراه الكنيسة كعلامة حب باذل،
عارفين في حكاية كده حلوة عشان أوضح لكم القصة دي. هو المسيح تعب من أجلنا واتهان من أجلنا، زي ما بنقول في القسمة أيذل الممجد أيوضع المرتفع. واخدين بالكم القصة دي بتقول إن كان في إخوات، والإخوات دولت باباهم مات، فالأخ الأكبر قرر إن هو يشتغل علشان خاطر يعول إخواته، فابتدى يشتغل في عمال الفخار، فأديه باظت خالص. على فكرة الصورة دي موجودة، فأديه باظت خالص، فأخوه بيقول له أنت ما بتهتمش بأيديك ليه؟ يعني أخوه بينقده يعني، فقال له أنت عارف الإيدين دي هي بنعمة ربنا اللي إيه فتح البيت وصرفت عليك في الجامعة وجوزت أختك. فنفس الشيء ربنا، إحنا بالنسبة للعالم يقول لا صورة له ولا جمال، ولكن إحنا نراه أبرع جمالا من بني الإيه من بني البشر. عشان كده من أجمل الصور للمسيح اللي هزت قلوب الناس صورة المسيح الإيه المصلوب، صورة المسيح المصلوب اللي بفكر العالم لا صورة له ولا جمال، ولكن بفكرنا إحنا نقول عليه أبرع جمالا من إيه من بني البشر. عشان كده هي شايفاه خداك خميلة الطيب وأتلام رياحين زكية، كأن كل جرح في وجهه هو يفيق برائحة زكية، هي رائحة الإيه الحب، هي رائحة الإيه الحب. زمان يعني استاد كانوا يطبخوا والراجل يجي يلاقي الست كده مراته لابسة قميص النوم وريحتها بصل أو ريحتها واتفر طبخة إيه، ويقول لها إيه سلم إيديكي، يقول لها إيه سلم إيديكي ليه؟ لأنه مقدر إن هي إيه تعبانة يعني، ده زمان يعني. شفتاه سوسن، سوسن سوسن دي حاجة حلوة اللي هو الزنبق، أبيض وجميل حاجة ملوكي. لما السيد المسيح جه يقول لهم إن سليمان في كل مجده ما كانش بيلبس زي زنابق الحقل اللي هي الايه السوسن دي، فسوسن يعني زنبقة يعني. فبيقول لهم، فهي هبنا بتقول له إن شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا. بتكمل الصورة، احنا قلنا إن هو أبرع جمالا على الرغم من اللي فيه ده، فهي بتقول له شفتاه سوسن. شفتاه سوسن يعني إيه؟ شفتين دايما تعبير عن إيه؟ عن الكلام. أنت لما بتحرك شفايفك بتعمل إيه؟ بتتكلم. فلما تتكلم في واحد بيطلع حاجات زي السوسن، وفي حد بيبقى بعيد عنك يعني. فهي هنا بتقول له إن كلامك كلام حلو، كلامك إيه كالسوسن، كلامك كلام إيه ملوكي. حتى في يوحنا نلاقي بيقول عن المسيح لم يتكلم إنسان مثل هذا إيه قط. حتى المسيح لما كان عنده 12 سنة، لما العذراء ويوسف النجار تاه منهم ورجعت له، لقيته قاعد مع إيه مع الشيوخ بيتكلم، وبيتكلم بحكمة. إحنا بيبقى إحنا يعني في حاجة اسمها برامج اسمها رعاية الموهوبين، في أوقات بيبقى في وسطنا كده أولاد كده يعني دماغهم سابقة سنهم كتير. السيد المسيح بقى ما كانش كده، ده كان إيه فوق كده إيه بكتير. فالسيد المسيح في تعليمه كان شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا. تقطران مرا يعني إيه؟ المر هنا هو إيه؟ هو حبه على الصليب. المر هنا هو نوع من البرفيوم، لكن في نفس الوقت بيحمل مرارة. يعني زي ما احنا بنقول اللحن بتاع فايت اوف انف ده، الذي ايه وقت المساء اشتموا ابوه الصالح على الايه الجلجوسة، اشتموا رائحة ايه زكية، رائحة ايه زكية. نفس الشيء احنا لما بنعيش حياتنا في المسيح، حياتنا بتفيض بالسوسن والمر المختلط زي ما الرسل شهدوا للسيد المسيح. بعد كده تقول له ايه؟ يداه حلقتان من ذهب. الحلقة دايما ايه مدورة، ومن ذهب يعني ايه
لاهوت سماوي. فلما نقول يداه حلقتان من ذهب يعني عطاياه بلا حدود ما تقفش. لما انا اخد دايرة كده حلقة يبقى مراحمك جديدة كل ايه صباح، كل لفة كده مراحم ايه جديدة. ليه؟ لان ده بيرمز الى الابدية. المسيح يسندني هنا ويحملني الى الايه الابدية. فحبه متجدد. يعني انت ممكن مثلا واحد قريبك يحبك هنا شوية، حد في علاقة مش عارف ايه، لكن كتاب يقول لنا، ربنا بيقول لنا ايه؟ محبة ابدية احببتك. يعني هو بيحبنا هنا ويقبلنا في السماء ونحيا معه الى ايه ابد الابدين. فلما تيجي تقول له كده يداه حلقتان من ذهب، يبقى احنا نفهم الآية اللي بتقول يفتح يديه ويشبع كل حي من ايه من رضاه. فهو كالله محبته ورعايته وحمايته غير محدود. بس الحلقتين دول مش ذهب عادي، ده فيهم ايه زبرجد. الزبرجد ده حجر كريم لونه اخضر، فبيدي قيمة زيادة لعطايا ايه ربنا. والزبرجد موجود في الكتاب المقدس، يعني في حزقيال ذكروا كذا مرة، يقول منظر البقرات وصنعتها كمنظر الزبرجد، وفي دانيال في الرؤية بتاعته يقول وجسمه كالزبرجد. فهي قوة تعطي نعمة من يد ايه الله. بطنه عاج، العاج بيبقى لونه ايه ابيض، والبطن رمز الايه الاحشاء، رمز لداخلك انت جواك ايه، جواك ابيض ولا قشرة وجواك اسود. فيقول لك بطنه ايه عاج. وبعدين العاج في حاجة تانية، انا ما اقدرش اجيب عاج من غير الفيل ما يموت، واخدين بالكو؟ يعني البطن العاج دي احشاء رأفة اعطاها لنا المسيح لانه هو يخلصنا من ايه من خطايانا. فاحشاؤه تضرم بالحب وتضرم بالايه بالعطاء بعد ما بذل نفسه على عود الصليب. بطنه عاج ابيض مغلف بالياقوت، الياقوت لونه ازرق، يبقى الزبرجد لونه اخضر والياقوت لونه ايه ازرق. فهنا بيورينا محبة ربنا مش محبة سطحية ولكن محبة عميقة. في سفر الخروج يقول ثم صعد موسى وهارون وناداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل، وراوا اله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنع من العقيق الازرق الشفاف وكذات السماوات في الايه في النقاوة. بطنه عاج، ده الحاجة اللي هو بإيه بيدهلنا لأن هو حاملنا في إيه في أحشائه. طب يبقى احنا كلمتنا على إيه؟ على رأسه، على عينيه، على خديه، على شفايفه، على إيه يديه، على إيه أحشائه. فضل إيه؟ ساقاه. تقول ساقاه عمودة رخام، ساقاه عمودة رخام. الرخام لونه ايه؟ ابيض مش كده؟ والرخام بيتهز كده ولا الرخام واقف قوي؟ فبتورينا ان هو ايه، هو اساس كل شيء. تقع عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من ابريز. يبقى هنا عنده وضوح وثبات واستقرار بيديه لكل انسان، ونقاوة بيديه لكل انسان. الرخام الابيض ده هي تقول عليه حبيبي أبيض وعينيه مغسولة باللبن والسوسن اللي هو أبيض والعاج أبيض، وهي في البداية قالت إن هو إيه أبيض وإيه وأحمر. في مزمور 147 يقول أن الله لا يسر بساقي الإيه الرجل. احنا قلنا عليه كله ابيض زي ما لسه ذكرت لكم دلوقتي. فتقول ساقاه عمودة رخام. نبوخذ نصر حب يعمل حاجة كده ضخمة، فعمل الراس ايه ده حلو، وبعدين نزل اللي بعديه عملوا ايه فض، واللي بعديه عملوا ايه نحاس،
ولما وصل للرجلين عملها ايه؟ خزف. طب دي تشيل دي؟ ما تشيلش. عشان كده ايه؟ وقعت. عشان كده وقعت وصار كحيوان اللي هي الحقل. لكن ربنا دانيال يتنبأ ويقول يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبدا وملكها لا وملكها لا يترك لشعب إيه آخر. هو اللي يقدر يحقق إيه كل ده. سقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إيه أبريز. ده بيتكلم على ثبات العمل اللي عمله المسيح، ثبات الخلاص، ثبات الأبدية، ثبات الحياة مع إيه الله. يعني لما يجي يقول للكنيسة إن اللي يقوم عليك تحكمي عليه، ليه؟ لأنه هو ثابت، لأنه هو بيسميه صخر الإيه الدهور. طلعته كلبنان. لبنان مشهورة بالجبال ومشهورة بالمرتفعات ومشهورة بالمناظر الحلوة. فما بيقول طلعته كلبنان، بقى ما بتقول هي طلعته كلبنان، تقصد ان هو جميل، تقصد ان هو ايه جميل. وبعدين تاخد من لبنان اشهر حاجة فيها اللي هو نبات الايه الارز، بتقول فتى كالارز، يعني سامي ومرتفع، وعلى الرغم ان هو صار انسانا لكن تسامى فوق الايه الكل، وايه زي الشجر الارز ما بينفرد بإيه بطوله، وشجر الأرز مستقيم وشجر الأرز ما بيسويش، ففي حاجات كتير هو بلا إيه خطية. وبعدين تقول الآية المشهورة آية 16، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. حلقه حلاوة، ده الوصف العاشر اللي بتوصف بيه عروس النشيد العريس بتاعها. قبل كده في إصحاح الثاني قالت تحت ظل اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة في حلقي. حلقه حلاوة، يعني كل كلامه إيه جميل. عشان كده بيقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته. في واحد بالنسبة له مثلا يقعد يوم الأربعاء والجمعة مثلا يقرأ آية في الكتاب المقدس يحس أنه شبعان. تاكل إيه؟ أي حاجة، ساندويتش، فول، سميطة، ماشي. في واحد عايز ايه؟ حتة لحمة كده عشان يتلذذ بيها. ده فرحان بربنا وبيقول حلقه حلاوة، وده جعان. وبعدين قول كده سمعته صعب شوية، يقول ايه؟ من يأكل المائت يموت، من يأكل المائت يموت. لكن المسيح قال من يأكلني يحيى بي، من يأكلني يحيى بي. واضح الفرق؟ اللي يأكل الميت هيموت في الآخر، إيه؟ هيموت. لكن الذي يأكل المسيح يحيى بي. حلقه حلاوة وكله إيه مشتهيات. اللي اختبرت الموضوع ده مريم أخت العازر. دخل المسيح بيتهم ومريم قعدت تحت ايه رجليه، من حلاوة كلامه ما قدرتش تسيبه. وده للأباء بيقولوه، من حلاوة الكلمة في أفواههم لا يستطيعون أن يتركوها لكلمة أخرى. يعني لما تيجي تصلي كده مثلا وتلاقي مثلا في المزمور الرب رعاني فلا يعوزني شيء، تلاقي نفسك كده ايه سرحت فيها وقلت له يا رب ده انت ايدك في حياتي وفي حياة ولادي وبترعاني وبتسندني. طب ما تكمل في مراعي الخضر يربطني، يقول لي لا أصلا مش قادر، مش قادر من كتر الايه احساسي باني مديون لربنا بهذا الايه الحب. وفي واحد تاني بيقرا بيسرح ومش مركز وعايز يعرف هيعمل ايه بعد كده، فبي ايه بيجوع. في يشوع بن صراخ في ايه عجيبه جميله جدا بتقول ايه؟ بتقول من أكلني عاد إلي جائعا، ومن شربني ازداد بي عطشا. سمعتوها دي؟ من أكلني عاد إلي إيه جائعا، ومن شربني ازداد بي إيه عطشا. ليه؟ لأن حلقه حلاوة
وكله ايه مشتهيات. افضل في مزمور 119 كده داود يقول له ان كلماتك حلوة في حلقي افضل من العسل والشهد في ايه في فمي. فالانسان اللي بيتمتع بربنا ما بيشبعش منه. يجي واحد مثلا ويقول لك ايه طبعا اروح الكنيسة اخر كده نص ساعة في القداس عشان اشوف اصحابي ومش عارف ايه، وبعدين يجي نص ساعة دي يلاقي نفسه مش في الكنيسة لا في السماء. يقول لك لا المرة الجاية حاجة بدري وحاجة كل اسبوع. ليه؟ لانه داء، من اكلني عاد الي ايه جائعا. عايز ايه كمان؟ عارفين لما بتعملي اكلة حلوة كده بس السيد يقول لك ايه كتري منها دي. فمن اكلني عاد الي جائعا ومن شربني ازداد بي ايه عطشا. وده بيشرح شوية حياة الرهبنة. يعني الرهبنة عبارة عن ايه؟ ان نترك الكل ونتحد بالايه بالواحد. طب ليه بنترهبن؟ عشان ما نتشغلش، عشان ما فيش حاجة تعوق الحياة الشخصية والمتعة الشخصية في حياتي مع ايه ربنا. في المزمور يقول له لكل كمال رأيت منتهى، اما فصاياك فواسعة ايه جدا. كله حلقه ايه حلاوة، كل ما اسمعه كل ما اقرا عنه كل ما اتكلم عنه مش ايه مش بشبع منه. عشان كده هي حبت تلخص في الاخر وتقول كله ايه مشتهيات، كله ايه مشتهيات، كل حاجة ايه حلوة فيه انا مش بشبع ايه منه. كل ما اجي اشبع منه مشبعش، اصلي عشية واصلي تسبحة واجي بدري في القداس واصلي القداس ونص اليوم يروح على بال ما نخلص القداس وانا حاسس ان انا ايه فرحان ومتعزي وانا مش بشبع من هذا الايه الحبيب. ليه؟ لان هذا الحبيب في راحتي وفي ايه سعادتي. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات ايه اورشليم. هو محب لي ألصق من الأخ لأن قلبي تعلق إيه بيه، حبيبي اللي اخترته وخليل الذي سرت به إيه نفسي. هل أنا مرتبط بربنا بالشكل ده؟ أقول هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. هل أنا بفتح فمي واتكلم عن ربنا بهذا الحب اللي اتكلمت عنه عروس النشيد على الرغم أنها لسه مضروب علقة؟ عارفين يعني ايه مضروب علقة؟ لسه خارجة من تجربة. يعني في واحد لما يخش تجربة يقولك ربنا سابني، ليه ربنا بيعمل كده؟ ربنا قاسي. دي طلعة ملقتوش واتضربت وعمالة تقول ايه ابيض واحمر وسقاه ورجلاه وخداه وعمالة ايه تسبح فيه وتقول حلقه حلاوة وكله ايه مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات ايه اورشليم. اخر حاجة اقولها لكم، سؤال ليك، من هو حبيبك ومن هو خليلك؟ سيد المسيح دخل في الموضوع ده شوية وقال لا يستطيع احد ان يعبد ايه ان يخدم سيدين، الله والايه والمال. هو اتكلم على المال، لكن الحقيقة احنا بنقيم اسياد بنحبهم واخلاء بنرتبط بيهم أكتر من ربنا. يعني المثل اللي بيقول عد قلبي ولا تعد رغيفي مثلا، وابعد عن رقبتي واقطع، والحاجات الجميلة ديت، عارفين الأمثلة دي؟ وقال لك ده أنت تاخد فلوسي، ده أنت تاخد عناية، خد عيل من العيال بس ما تاخدش فلوسي. في ناس كده، يعني لما واحد بيعمل كده بيعمل مشاكل لعياله، هو بيعمل ايه؟ هو بيقول لهم انا بحب الحاجات دي اكتر منكم. طبعا ما تكلمش هذا البني ادم عن محبة ربنا، يعني محبة ربنا مين؟ يعني ده سيده، ماله، سلطته، مكانه، جاهه، الذات بتاعته. من هو حبيبك؟ من هو ايه حبيبك؟ هل الكلام دوت يعني شيء بالنسبة لنا ان انا تبقى حبيبي بالشرح ده؟ طبعا الشرح ده في مقابل ليه في سفر الرؤية، بس انا يعني مش عايز اشرح حاجة بحاجة اصعب. يعني
لكن هو سؤال بسأله لنفسي، من هو حبيبي ومن هو خليلي؟ هل هو ربنا؟ هل أنا باجي الكنيسة لربنا؟ هل أنا بصلي لربنا؟ أحيانا يا إخواتي السوشيال بيبقى في سوشيال امباكت علينا، احنا طلعنا نصلي، طلعنا نصوم، احنا أقباط بقى فيها هنصوم وهنصلي ونقرا في الإنجيل، بس كل ده كلام إيه؟ يعني بنعمله بالشكل. لكن احنا عايزين نبقى بيض بالبياض الجميل اللي هي شرحته في كل الخطوات دي، وعايزين نكون هو ده حبيبنا اللي إيه أقدر أقول بعد كده لما هي هتلاقيه تقول أمسكته ولم إيه أرخيه، حتى لو تكلفني حياتي زي الشهد. ربنا يدينا نعمة إن احنا نكون على هذا المستوى، وإن احنا ندرك قد إيه الحب. صدقوني يا إخواتي احنا بنحب حاجات بتعذبنا، لو حبينا ربنا هتلاقوا يعني الدنيا اختلفت معاك خالص، هتشوف الناس بصورة تانية، هتقدر هتبقى مبسوط.